ينضم إلينا محمد سالم مراسل قناة تتناصح في غزة. مرحبا بك محمد. إذن كيف تلقى عامة الشعب الفلسطيني إعلان الإمارات تطبيعها الكامل مع الكيان الصهيوني؟ نعم، ما سعد الله مساك ومساء المشاهدين الكرام. يعني برفض كبير وتنديد استقبل الفلسطينيون رسميا وشعبيا وفصائليا الخطوة الإماراتية غير المبررة والخارج عن القيم الإسلامية والعربية. هذه الخطوة التي تعتبر شرعنا لوجود الاحتلال الصهيوني فوق الأرض الفلسطينية واستمرار وإمعان في جرائمه هي عبارة عن مكافأة اعتبرها الفلسطينيون للعدو الصهيوني، هذا العدو الذي ما زال يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ما بين قتل واعتقال وهدم البيوت ومصادرة وملاحقة. كيف لبلد عربي وإسلامي أن يكون أو يقيم تحديدا في هذه الفترة علاقات مع الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي لم يلتزم حتى بالاتفاقيات السلام التي وقعتها السلطة الفلسطينية معه، بل وخرقها ويواصل جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، كذلك عدوانه على لبنان وسوريا وعلى الفلسطينيين العرب. كيف لبلد عربي أن يقبل أن يطل على الفلسطينيين وعلى المسلمين بهذا الاتفاق المخالف شرعا وقانونا وأخلاقا لأخلاق العرب والمسلمين؟ يعني إذن حالة رفض وتنديد لهذا الاتفاق، وهو ما دفع الفلسطينيين لتنظيم مسيرات. هذه المسيرات نظمت في غزة، نظمت أيضا في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، وكذلك في منطقة القدس الغربية، ليؤكدوا على رفضهم المطلق لهذه الخطوة التي لا تعني إلا الاصطفاف في جانب العدو الصهيوني. طيب محمد، هل مثل إعلان الإمارات التطبيع الكامل يعتبر مفاجأة للفلسطينيين، وخصوصا أن دولة الإمارات يعني ترفع شعارات من حين إلى آخر داعمة لفلسطين؟ لا، الأمر يعني غير مفاجئ للفلسطينيين، وشعاراتها بالتأكيد كاذبة، لأن الإمارات يعني دوما كانت تحرص على زرع الفتن والانحياز إلى جانب ضد جانب في الساحة الفلسطينية. حتى خلال الأسابيع القليلة الماضية زعمت أنها يعني قامت بإرسال مساعدات طبية لدعم صمود الفلسطينيين في مواجهة كورونا. هذه الطائرات تصور أنها يعني حطت في مطارات صهيونية. هل من يريد أن يدعم الشعب الفلسطيني مجبر أن يأتي بهذه المساعدات عبر مطارات العدو الصهيوني؟ طبعا الفلسطينيون أكدوا بأن استقبال هذه المساعدات يتم من خلال وصولها إلى القاهرة ومن ثم إلى غزة، أو إلى عمان ومن ثم إلى مدينة رام الله. كانت خطوات مرفوضة، حتى الفلسطينيون رفضوا استقبال هذه الأدوية لأنها كانت عبارة عن شرعنة جديدة وواضحة للإمارات التي أصبح دورها مشبوه ليس في فلسطين فقط، كما تعلمون أيضا دورها مشبوه في ليبيا، كذلك في سوريا، في مصر، في كثير من البلدان، وكذلك في اليمن. وهو بالتالي توج هذا الاتفاق لخطواتها غير المقبولة والتي دأبت على استمرارها في زرع الفتن والخلافات سواء في فلسطين أو في بلدان عربية وإسلامية عديدة، وبالتالي كان النتاج سلبي وسيء يليق بهذا النظام الذي انحاز إلى زرع الفتن والانقلابات ودعم يعني من يريدون الإطاحة بأنظمة وحكومات يعني هي تمثل إرادة الشعوب سواء كانت في فلسطين أو في بلدان عربية وإسلامية أخرى. طيب إذن محمد، امتعاض في الشارع الفلسطيني من هذه التصريحات أو هذا التطبيع بالأصح مع الكيان الصهيوني، هل التمس الفلسطينيون دور إيجابي للإمارات خلال السنوات الأخيرة في خدمة القضية الفلسطينية، وخاصة وأنها يعني أمس بررت تطبيعها مع الكيان الصهيوني بحجة أنه لتحقيق السلام وأنه لوقف ضم مستوطنات الضفة وغير ذلك؟ بالتأكيد لا يمكن قبول التبرير الإمارات. يعني الإمارات يعني ليست ممثلة للشعب الفلسطيني اللي تحدث عن وقف الضم. إن كان هناك توقف للضم فهو بفضل الله أولا، ثم بفضل صمود ورفض الفلسطينيين ومن يدعمهم من أحرار الأمة في مواجهة هذه المخططات التي تريد تصفية مدينة القدس، تصفية الأراضي الفلسطينية، السيطرة على الأراضي العربية. وبالتالي مبررات الإمارات مبررات واهية، هي امتداد لسلسلة ما ذكرته من علاقات وعمليات زرع للفتن. الإمارات لطالما استقبلت وفود إسرائيلية سواء كانت وزراء أو إعلاميين أو غيره، وبالتالي يعني حتى محاولاتها لإيصال مساعدات عبر المطارات الصهيونية هي محاولات يعني تدل على وقاحة. العناوين من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني واضحة، هناك سلطة فلسطينية، هناك فصائل فلسطينية في غزة تمثل أيضا الشعب الفلسطيني، وبالتالي أيضا كان لها دور مشبوه في دعم جهات فلسطينية هدفها الإفساد
أو الإساءة إلى المقاومة الفلسطينية، ولربما تبعتم دورها من خلال مؤسساتها الإعلامية في الإساءة إلى المقاومة الفلسطينية خلال الفترة القليلة الماضية، وبالتالي الدور الإماراتي أصبح دورا مشبوها منحازا إلى الاحتلال. يعني ليس هناك داعي مطلقا لأن تعلن الإمارات عن اتفاق سلام واضح وشامل مع العدو الصهيوني. ما الذي ستجنيه الإمارات؟ لن تجني إلا العار، لن تجني إلا الخزي. كل أحرار الأمة، كل أحرار فلسطين يعتبرون هذه الخطوة ما هي إلا انجرار إلى مربع العدو الصهيوني، مربع الجرائم، مربع العار. وبالتالي الإمارات تتجه إلى البعد عن القيم العربية والإسلامية، وبالتالي المنتصر هو الشعب الفلسطيني، المنتصر هو صاحب الحق، سواء كان في ليبيا، في فلسطين، في لبنان، في اليمن، في سوريا، في كل وطن، في مكان، في كل مكان من الوطن العربي والإسلامي. المنحاز للحقوق الوطنية والعربية والإسلامية سينتصر، ومن يلجأ إلى الأداء حتما إلى الزوال، ولن يرحمه أيضا التاريخ. محمد سالم مراسل قناة التناصح في غزة، نشكرك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك.